قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني سيمضي قدما من أجل تحقيق حلم بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي كلمة له بمناسبة أحياء ذكرى وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات، أكد استمرار الجهود لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال وزواله نهائيا. وإن نضالكم وتضحياتكم وعطاءكم لشعبكم وقضيتكم العادلة عبر نصف قرن ويزيد قد سجل أروع معاني العزة والكرامة والكبرياء، وإن فلسطين التي أحببت وناضلت واستشهدت من أجلها ستبقى صامدة نابضة بالوفاء والإخلاص للقادة الكبار الذين ضحوا بأنفسهم من أجلها. وإننا من بعدك وفي ذكراك هذه نعيد التأكيد بأن نمضي قدما نحو تحقيق حلمك وحلم أبناء شعبنا الفلسطيني في الحرية والسيادة والاستقلال على ترابنا الوطني الفلسطيني الطاهر.